عودة لحضراتكم مع فقرتنا الأخيرة لليوم، وفقرتنا هي فقرة رياضية وبالتحديد عن مهرجان. المهرجان اسمه الفت، وهو ملتقى للرياضيين بيتقدم من خلاله جميع المشاركين وبيقدموا كل حاجة أو كل رياضة تتعلق بالفتنس. هنعرف أكتر عن المهرجان وأهدافه من خلال ضيوفنا الأستاذ أحمد الحسيني أحد منظمي المهرجان. برحب بيك يا أحمد، والكابتن جمعة عبد العزيز الحاصل على المركز الأول رجال في المهرجان. برحب بيك كابتن جمعة. قبل ما نبدأ اسمحوا لي، كنا أزعنا خبر عاجل عن انفجار أو سماع صوت انفجار مدوي في الحي السابع بمدينة نصر. دلوقتي عرفنا شوية تفاصيل إن هذه العبوة الناسفة هي عبوة فعلا انفجرت، ولكنها بدائية الصنع انفجرت ولكن دون إحداث أي إصابات. والأخبار بتقول إن على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية للمكان، ومعها فرقة من خبراء المفرقعات لتمشيط المنطقة والتعرف على مكونات العبوة الناسفة وكيفية تفجيرها. وطبعا عايز أقول لحضراتكم أن سادت حالة من الفزع والهلع عند الأهالي، بس الحمد لله على جميع الأحوال أن هذه العبوة لم انفجارها يعني لم يسفر عن أي إصابات. ربنا يحفظ شعب مصر كله. عودة لمهرجان الفتنس، وأروح على طول أحمد. يعني أستاذ أحمد، أنت واحد من منظمي المهرجان. المهرجان ده السنة اللي فاتت كان لنا لقاء هنا في صباح البلد عن المهرجان، دي الدورة الثانية للمهرجان السنة دي. يعني عايزة أتكلم عن هذه الدورة الثانية، وإيه اللي خلاكم أنكم تعملوا مرة تانية هذا المهرجان؟ يعني هل لنجاحه في الدورة الأولى؟ طيب مبدئيا شكرا لاستضافتكم. أهلا بيك. تاني حاجة، هو الإيفنت بيتعمل هو عبارة عن كذا سيزن. كل سيزن مقسوم لتلاتة ايفنتس في السنة. فعندي كان فوليوم 1 اول واحد، ده اتعمل في سمارت فيليج في القرية الذكية، اتعمل جوه سمارت كلاب، ده كان في فبراير. بعد كده تاني واحد اتعمل في ابتان كايرو في المقطم، ده كان في شهر 6، ده تقريبا اللي احنا بعديه اتقابلنا. وتالت واحد اللي هو كان نهاية السيزن خالص، كان اللي هو في صادق ويست جوه مدرسة البسك، ده اللي هو كان الفاينل على الطريق الصحراوي بالظبط. ده كان الفاينل بتاع السيزن كله، كان اخر ايفنت والفاينل. ليه مقسمين لثلاث مواسم؟ هو متقسم لثلاث ايفنتس، عشان انا مثلا جمعه داخل مثلا في الايفنت الثاني في الكواليفاير نمبر 2، وما كانش يعني هي تصفيات متواليه. عايز هي تصفيات. وهو دلوقتي دخل طلع الاول في سيزون في كواليفاير 2، فكان من احسن 12 ان هو يدخلوا الفاينل على طول، فهو دخل على الفاينل على طول، ما احتاجش ان هو يدخل تاني كواليفاير 3 عشان يجمع نقط. فكانه هو بيدخل اللي هو لو اتاهل من الكواليفاير اللي دخله خلاص هو بيدخل يلعب الفاينل. فهو جمعه كان من الناس اللي دخلت تلعب الفاينل على طول، ما احتاجش ان هو يدخل اول كواليفاير بعد كده يدخل فاينل، لا خلاص هو اتاهل، طلع من احسن 12 فتاهل. طبعا كابتن جمعه احنا شفناك في التقرير وعمال مش عارف تاخد نفسك، وبعدين في قبل ما ندخل على الهواء بتقولي اصل انا كنت مغلوب. قولي طبيعه المسابقات ايه؟ احنا شايفين حاجات قدامنا على الشاشه، حد لابس حديد في رجليه، يعني اللي هو بيطول ده الحديد اللي بتبقى طويل وانت لابسه. ايه نوع الرياضات الفتنس اللي هي موجوده؟ شايفين راست وشايفين مجموعه من الالعاب، بتعملوا ايه بقى؟ الاول ايه اللي لابسينه في رجليهم ده وبيعملوا بيه ايه؟ بيتعمل بيها زي باركور وكده، بيعملوا بيها اكروبات وحاجات زي كده. فدي أكروبات دي مش يعني. دي مش في التشالنج اللي احنا فيها، دي في حاجه تاني مين تشالنج بتبقى بره في اماكن بره كده بتعمل فيها حاجات اللي هي الريست بقى وشد حبل وحاجات زي كده كتير. لكن دي مش من ضمن المسابقه. لا دي مش من ضمن المسابقه. المسابقه المسابقه بيبقى فيها كل حاجه ليها علاقه بالفيتنس، ليها الحاجات اللي فيها سترينث اللي هي قوه، حاجات اللي فيها باور، حاجات اللي فيها انديورنس تحمل تحمل ورشاقه وكل حاجه بالانس. الحاجات دي كلها محطوطه في كومبيتيشن واحده بقى، تبقى على كذا ايفنت. يعني مثلا في ايفنت على التحمل اللي هو احنا بنعمل مثلا بوش ابس ونطلع نجري، دي حاجه من الحاجات. مثلا في حاجات بننط من فوق، حاجات بننزل تحت بنسحب، حاجات زي كده. لا دي زي تدريبات الشرطه والجيش كده بالظبط بالظبط. هي فعلا كده.
فهي بتبقى اليوم بيبقى اول يوم بيبقى كذا ايفنت، بيبقى تقريبا اربع ايفنتات بتبقى في اول يوم. بياخدوا نقط بقى، يعني بنجمع نقط عشان نعدي اليوم الثاني. الناس اللي هي دخلت الفاينل هما يومين بالظبط، يومين بالظبط. الناس اللي دخلت الفاينل ما كانتش محتاجه تلعب غير ايفنتين في اول يوم. الناس اللي هي الكواليفاير عشان ياخدوا رقم مشتركين معين عشان يروح اليوم الثاني. اليوم الثاني بقى بيبقى فيه اربع ايفنتات، ده هو اليوم ده الفاينل بقى. ده اي حد بيوصل الفاينل ده معناه ان هو راجل فت او ست، معلش بقى، او ست. في بنات كتير وبنات برضو نفس الكلام، بيلعبوا في اول يوم عشان ياخدوا منهم رقم معين عشان يوصلوا الفاينل. فاي حد بيوصل الفاينل تاني يوم ده معناه ان هو فت، مش معنى ان هو خسر او ما وصلش مثلا ان هو بقى في التوب 3 مثلا ان هو مش كويس، مش فت او مش لا كويس. هو معنى ان هو وصل الفاينل في كومبيتيشن زي كده، ده معناه ان هو فت. فت حقيقي. هي نقط زي ما قلت لحضرتك، هي نقط بتجمع نقط معينه في كل ايفنت، مش لازم اكسب في كل ايفنت، ممكن اطلع الثاني في ايفنت معين، الخامس في ايفنت ثاني، بس الاول في ايفنت، فنقط بتتجمع وفي الاخر هو ده هو ده اللي بيخلق الترتيب، الوينر هو بيتحسب على اكتر نقط خدها. طيب احمد، انا شايفه في الفيديو اللي كنا بنشوفه في بنات صغيره، في اطفال، انا شفت بنوتات مثلا 11 سنه و10 سنين اهم اللي بيرقصوا قدامنا. هل في ايج ليميت او في معايير سنيه يعني بتشترطها للاشتراك في الايفنت ده او خالص. في فيت مهرجان فيت؟ لا، الايفنت مقسوم حاجتين، مقسوم الفيت تشالنج ده الجمعه بيشارك فيه، يعني بيبقى بشكل رئيسي هو من الناس من الاثليتس اللي بنكون عايزينهم يجوا. والحاجه الثانيه اللي هو الفيتنس فاستيفال، ده بيبقى بقى المهرجان الكامل من بره. المهرجان ده بقى هو بيبقى فيه الميني تشالنجز، فيه مثلا الشوتنج رينج بتاعت مثلا ادرينالين، فيه حاجات كذا حاجه بره ميني تشالنجز ناس تلعبها، في ستيج، في روب بول تشالنج، في ريست تشالنج، في اوبستكل كورس، عاملين حته للكيدز اريا. فانا عايز بالعكس، انا عايز الفاميلي كلها تيجي من اول الولاد الصغيرين لغايه الاب والام والجدود ممكن بالظبط. انا عايز كل الناس تيجي. لكن تشارك. بتعملهم جروبس اكوردنج للايدج، يعني كل جروب في مثلا اعمار سنيه متقاربه، يعني كابتن جمعه معاه اللي في سنه، الاطفال معاهم اللي في سنهم، ولا ما عندكش ريستريكشن؟ يعني جوه التشالنج عاملين كده، عاملين مثلا ان التشالنج مقسومه ان في المان مثلا، المان اي حد ممكن يشارك فوق 16 سنه لغايه 40، فوق ال 40 عاملين حاجه اسمها الماسترز. الماستر ده اي حد فوق ال 40 يقدر يشارك فيها. ايوه. فبيجي لنا مثلا اثليتس، كان عندنا مثلا المره دي 15 ماستر دخلوا في الفيت تشالنج، ناس 40 سنه، 45، 60 سنه، في ناس بتشارك. فدي في التشالنج. بس في الفاستيفال لا، انا بسيبها يعني مفتوحة. عامل اريا مثلا كيدز اريا، فتلات ارباع الكيدز لازم بتروح. صحيح. لكن الستيج انا سايب فيه اللي عايز، يعني اي حد عايز يقف قدام الستيج قول لي ايه اللي لابسينه في رجليهم زي بتوع الكلاونز. دي مسابقه من المسابقات، دي اسمها سكاي رانر. دي موجوده، بس هم يعني هم باركور، دول مجموعه كان ايجي فلو، هم بيستخدموها ان هم بيلعبوا بيها، يعني بيتنططوا بيها، بيعملوا زي ما جمع قال حاجات فيها اكروبات وحاجات فيها نط مثلا يعملوا بيها حركات. ده انا شايفاها اكروبات ايه؟ اذا كان شايفاهم وهم ماشيين ماسكين ايديهم. لا، ما تلاقي دول بيتنططوا فيها. هم كانوا يعني كانوا بيدوها لناس صحابهم يعني يجربوها. بالظبط. اوكي. لكن المين هم بتوع باركور، هم محترفين بقى. بالظبط. طبعا يعني هل الغرض غرض رياضي فقط، ولا بالنسبه للاتليتس او الرياضيين كابتن جمعه له هدف اخر؟ يعني انت حضرتك رياضي من الاساس، وفي اي مجال بتلعب ايه؟ لعبتك ايه لو انت رياضي؟ انا الاول انا مدرب. مدرب كمان. انا ترينر كده في جيم معين. بس في الاساس انا رياضي، بلعب، كنت مصارع. مصارع. اوكي. بس اللي انا اعرفه، انا بحب المصارعه قوي. WWE بقى. لا، مش هي دي خالص. مش هي دي، امال ايه بقى؟ مصارعه روماني اللي هي المصارعه اللي هي بتيجي في التلفزيون دي. لا، مش هي دي. مش هي دي. بس انا بحب التانية. دي موجوده في مصر اصلا. الروماني دي هي اللي موجوده في مصر؟ الروماني اللي موجوده في مصر. تختلف في ايه بقى؟ يعني مش هو نفس ليها قواعد تانية يعني ولا؟ ليها قواعد اللي ما فيهاش ضرب، ما فيهاش حاجات اللي بتحصل دي، ليها رولز بتتحط، ما ينفعش
حد يتعداها يعني. لكن اللي بتيجي في التلفزيون دي يعني دي فري كل حاجه بقى فري ستايل يعني بيعملوا كل حاجه في يعني في ضرب وكده وحاجات زي كده كتير يعني. يعني كان عندك منافسه جامده، كان في ناس بينافسوك منافسه قويه طبعا، وعملت حسابهم من اول فوليوم 1 لغايه الاند ولا عملت ايه؟ انا وصلت للفاينل، احنا الفاينل خلصنا خلاص، الفاينل خلص يبقى الكومبيتيشن خلصت. لا هي ما خلصتش، لا برضه الفاينل كنا انا وكابتن محمد ديب نفس البوينتس، فاضطروا يعملوا ايفنت خامس وده ما كانش محطوط في الحسبان عشان يختاروا واحد مننا. فطبعا كان في منافسه كبيره جدا، كان في برضو ناس كتيره موجوده معانا في الفاينل، ما يعني حد الفاينل ما كناش عارفين مين هيكسب يعني. يعني مع اننا بنجمع نقط وكده بس الفاينل ما مش عارفين مين هيكسب، وخلصنا الفاينل برضو مش عارفين مين هيكسب. كان طبعا في منافسه كبيره جدا. امال عرفتوا امتى؟ بعد الايفنت الخامس بقى. الايفنت خلاص احنا الفاينل الايفنت الرابع خلاص مش عارفين احنا كده متعددين في النقط. صحيح. عملنا ايفنت خامس، هم عملوا حسيني عملوا ايفنت خامس عشان يشوفوا مين هيكسب. بس هو ده اللي فرق في الاخر يعني. بالنسبه ان ممكن ناس رياضيين يعني من زمان او كده يلعبوا او هي اللي هم الماسترز بقى. لا ولا قصدك ايه؟ انا قصدي ان هو ممكن اي حد يشارك في التشالنجز دي. مش يعني انا معايا ناس من الجيم اللي انا فيه شاركوا مع انهم يعني ما بيلعبوش حاجه قبل كده، يعني جاست ان هم بيروحوا يتمرنوا بس ويعملوا اللي هي الرياضه العاديه، راحوا شاركوا في حاجه زي كده. دي معناها ان احنا الكومبيتيشن دي مش قاصرة على حد معين او كاتيجوري معين من الرياضيين، لا دي شامله كل الناس. احمد ايه اللي بعد كده؟ خلاص وصلنا لسيزون فينالي زي ما بيقولوا، وده كان الفاينل اللي شفناها على الشاشه. ايه نظرتك لمستقبل الفيستيفال ده، المهرجان ده، مهرجان الفت؟ اولا معجبه باسمه جدا من المره اللي فاتت وانا معجبه بالاسم ده، لان احنا في مصر عندنا ازمه فتنس الحقيقه. نطلع السلم يعني والميه قدامنا عشان الكحه وحالتنا حاله. فايه تطلعاتك؟ ايه اللي بعد كده؟ والله احنا اول يعني اول سيزون ده احنا مبسوطين بالريزلت اللي وصلنا لها. ان شايفين ان هو كان الموضوع كان بالنسبه لنا في الاول كان يعني كان حلم، وشفنا بعد كده ان هو ابتدى يكبر واحده واحده لغايه ما وصلنا للفينالي الحمد لله. السيزون الجاي ان شاء الله احنا بنفكر ان شاء الله، او هي في البلان ان احنا نجو ريجنال، نطلع بره مصر. نبتدي نروح دول يعني بره غير مصر. اعملوها بقى في سيزونز ثانيه يعني، احتفظوا بتاع مصر اللي هو فوليوم 1 و2 و3 اللي بتعملوه في انحاء الجمهوريه المختلفه، واعملوا في الجابس اللي ما بين السيزون وسيزون، اعملوا الجابس دي بره، لكن ما تحرموش المصريين. لا خالص بالعكس، ده هي حاجه كانها زي اكنه مثلا زي تصفيات بتحصل هنا وبتحصل هناك، كله بيحصل في نفس الوقت مثلا، وبنصفي مثلا كله بيصفي في الاخر مع بعضه. مثلا يعني في دوله تانية شغال برضو الفت، ويجوا كلهم بقى على مصر مثلا للسيزون الفاينل كده. هو ده اللي كان هيحصل من فتره كده، ان الناس اللي خدت اللي كسبت في فوليوم 2 كانوا هيسافروا في كومبيتيشن شبه الفت كده في دبي. يعني حصل بينا تصفيات وكده عشان يختاروا عدد معين يسافر دبي يكومبيت مع الناس التانيين. ده لسه ما حصلش مش كده؟ هو السنه دي اللي هي من كام شهر ده حصل. بس ان شاء الله هيبقى فيه زي كده برضو السنه الجايه يعني. المصريين لازم يكونوا فت، احنا محتاجين كل طاقتنا ونشاطنا للفتره المقبله يا جماعه. هنقف في استفتاءات وفي انتخابات وبعديها انتخابات رئاسيه، ومش عارفه الترتيب لغايه دلوقتي هيبقى ايه. عايزينكم فت، حتى الستات الكبار يحاولوا كده ان هم يخلوا الفتنس بتاعهم عالي. لما يبقى عندنا فقرتنا الرياضيه الصبح تلعبوا معانا واحنا على الهوا، انتوا كمان تلعبوا في البيوت. عايزين المصريين يبقوا فت، مش معقوله المصريين ظهرهم محني طول الوقت، مش قادرين يطلعوا سلم، مش قادرين ينزلوا. الشباب اللي شفناه في مهرجان فت الحقيقه شباب مشرف وشباب جميل. بنتمنى للمهرجان ده النجاح ويوصل لكل المصريين في كل المحافظات بقى المره الجايه، مش القاهره الكبرى بس، تنتقلوا كمان وتعملوا تصفيات علشان في المحافظات. هتتفاجئ بالفتنس بتاعت الشباب بتاعنا في المحافظات. يعني بيجي لنا ناس من المحافظات، المره دي كان في ناس كتير قوي من اسكندريه، كان في ناس من محافظات ثانيه. اكيد. بتمنى لكم باذن الله التوفيق، وبشكر حضراتكم احمد الحسيني، كابتن جمعه عبد العزيز.